الياسين ايش بنسوي؟ احنا ليش عاملين الياسين؟ عشان نجرب فيهم. احنا بنستنى في اللحظه. يا اخواني مره اخرى، هناك اسلحه بين يدي المقاومه لم تجربها حتى اللحظه في هذا الجوف جنود الاحتلال، لم تجربها، ونحن ننتظر اللحظه اللي تسمح فيها انه هذا السلاح نجربه هنا وذاك السلاح نجربه هناك. لا اقول هذا اعتدادا بالنفس، لكن هذا كرم الله عز وجل لهذه المقاومه. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.